مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في الصفحة الرسمية لقناتكم شوف تيفي في أولى حلقات برنامجكم حصيلة البطولة برو. يحضر معي دائما رضوان العلالي المحلل الرياضي للقناة، وكيف ما وعدناكم بعد نهاية منافسات كأس إفريقيا 2017 غادي نواصل معكم المغامرة والحضور بتحليل مباريات البطولة الوطنية اليوم الاثنين بعد نهاية الجولة 17 من البطولة الاحترافية اللي عرفت تفوق فريق الدفاع الجديدي واللي حصل على صدارة الترتيب البطولة من بعد ما كانت فريق الوداد. كيحضر معايا رضوان، اهلا رضوان ومرحبا بك معنا. اهلا وسهلا اخ رشيد، اهلا المشاهدين الكرام. في هذه الحلقة ضروري ما نتكلموا على مستوى ديال الأندية في المباريات والأخطاء التحكيمية إضافة عن مستجدات المنتخب الوطني. ياك رضوان مرحبا. في البداية الأولى المباريات اللي انطلقت نهار الجمعة الجولة 17 من البطولة اللي عرفت تسجيل 16 هدف، مع العلم أن جوج المباريات ما تلعبوش. الفوز ديال أولمبيك خريبكة على فريق المغرب التطواني بأربعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، قراءة ديالك التقنية في النقاط. وأولا بالنسبة لمباراة أولمبيك خريبكة ضد المغرب التطواني فكانت هي مباراة في حد ذاتها مباراة مفتوحة، مباراة جيدة نظرا للمستوى اللي قدموه الفريقين، وخصوصا فريق أولمبيك خريبكة. فريق أولمبيك خريبكة اللي بدا كينتفض وبدا كيرجع لواحد المستوى اللي عهدنا عليه هذه السنين. حنا كنشوفوا دائما أولمبيك خريبكة يقارع الأندية الكبيرة داخل البطولة الوطنية. طريقة اللعب كانت جيدة ديال الفريق أولمبيك خريبكة وبدا كيتحسن المباراة من مباراة إلى أخرى. أظن أن الأهداف اللي تسجلت كل أهداف تسجلت بواحد الطريقة جميلة، أهداف مخدومة، بين لأن بدا كيوقع واحد الانسجام داخل المجموعة ديال الفريق بالقيادة ديال المدرب. الصراحة اللي بدا كيبصم البصمة ديالو أيد جودي، بدا كيبصم واحد البصمة على الفريق وبدات كتبان الخدمة ديالو والعمل بدا كيبان ديال فريق أولمبيك خريبكة. أولمبيك خريبكة بإمكانه أنه مازال يقول الكلمة ديالو، وفي المقابل كنشوفوا فريق المغرب التطواني اللي بدا كيندحر يعني للأسفل. بدينا كنشوفوا أن فريق من فريق قوي، من فريق حاز على اللقب، شارك في اللقاءات كبيرة، شارك في كأس العالم الأندية، إلى فريق كيقلب على نفسه داخل البطولة الوطنية. أظن أن أنا شخصيا ربما كنعتقد أنه حتى المدرب كنظن أنه ما توفقش مع الفريق، وهذا شيء طبيعي. كنظن أنه فريق المغرب التطواني خصو يغير الشيء الكثير، لا في الإدارة التقنية لا في اللاعبين، إلا بغى الفريق يزيد قدام وتحسن المستوى ديالو، لأن الفريق مستوى لا يبشر بالخير. وأظن أنه في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء أن المكتب المسير في اجتماع طارئ لتحديد المشاكل أو المشكل فين كاين أو الخلل، لأن الفريق بدا كيتواضع بواحد الشكل يعني صراحة ما كيبشرش بالخير. ما تعودنا أننا نشوفه صراحة مع عز العامري، كنا كنشوفوا فريق المغرب التطواني فريق اللي كيمتع في الكرة ديالو، فريق يلعب بطريقة جيدة. وما نساوش كذلك واحد المسألة اللي هي ضرورية وأساسية، اللاعبين ديال الفريق تغيروا بواحد الشكل كبير، وكذلك أنه المسجل ديال الهدف الرابع ديال أولمبيك خريبكة أنه واحد من العناصر اللي كانت كتلعب في المغرب التطواني، كذلك مع خضروف مع مرابط، مع واحد العدد كبير ديال اللعابه اللي مشاو غادروا الفريق. كنظن انه صعيب باش انك تعوض هاد اللعابه رغم المجيء ديال الصالحي، رغم الى ان الامور صراحه بدات تخيف الجماهير التطوانيه وكذلك المسؤولين. رحيل ياسين صالح مؤخرا للدوري الاماراتي، نقدروا نقولوا المغرب التطواني كيؤدي ثمن استغناء على اللاعبين اللي عندهم خبره، عدم الحفاظ على تشكيله قاره وتشكيله اساسيه. كل سنه الفريق كيبيع ثلاثه او اربعه او خمسه اللعابه، وما تنظنش ان الفريق الا بغى يلعب على البطوله او لا بغى يلعب على على على, على كاس العرش مثلا، او لا بغى ينافس يكون من ضمن الفرق يعني الخمسة الأوائل، أنه مع بداية الموسم أو من نهاية الموسم يبدأ يصرح اللعابة ويبدأ يبيع اللاعبين الفرق أخرى. تنظن أن هذا أمر
غير صحي وغير مجدي بالنسبه للفريق المغرب التطواني. فريق المغرب التطواني فريق كبير، نتمنى له التوفيق والعوده للمستوى ديالو. بخصوص هذه المقابله بصفه عامه، كان المستوى ديال لا باس به. الاداء ديال الاولمبيك خريبكا كان في المستوى، تم التحقيق او داك الشيء توج عليه تسجيل 4 اهداف، يعني بانك تسجل 4 اهداف هذا شيء يبشر بالخير، وانك ان المجموعه تسير من حسن الى احسن رغم الهزيمه الاخيره ديال اولمبيك خريبكا ضد الوداد البيضاوي وبنفس الحصه، الى ان الفريق استفاق من بعد وحقق نتائج ايجابيه. كنظن ان المستوى العام ديال المقابله كان لا باس به، والاهداف كانت اهداف جميله. نعم، يعني نتكلموا يعني كل مباراه، ونفس الوقت نتكلموا على الجانب الاخطاء التحكيميه في المباراه ديال الاولمبيك خريبكا والمغرب التطواني. الهدف الثاني كان الحديث كثير على اللاعب اللي سجل الهدف 43 على البلوكاج. لا ما كانش، ما كاينش خطا، والتحكيم في هذه المباراه دي كان تحكيم عادي، وكانت المباراه عادي، ما كانتش احتجاجات وما كانتش توقفات وما كانتش شي حاجه اللي كتقول بان هناك اخطاء تحكيميه كبيره اثرت على نتيجه المباراه. بان المقابله دازت بجو رياضي، الفريق المنهزم رضى بالهزيمه ديالو، ومادام كيرضى بالهزيمه ديالو انه اذا كيعترف بالتواضع ديالو او بالضعف ديالو في هذه المقابله. الفريق اللي فاز كذلك فاز ب4 اهداف لصفر. كنظن ان الاولمبيك خريبكا راضين على التحكيم، وكذلك يعني ما شفناش شي اخطاء اللي يمكن لي نقولوا الحكم تعدى على هذه الفرقه او ذاك، عكس مباريات اخرى اللي غنوصلوا لها ونتكلموا على اخطاء اللي دارت، وكانوا الحكام هم يعني بينوا على الضعف ديال المستوى ديالهم. نعم، البطوله الثانيه رضوان الاولمبيك اسفي، يعني المباراه الثانيه والجيش الملكي، التعادل ايجابي هدف لمثليه. المباراه اللي شهدت ايضا واحد التصريح لابراهيم فلكي المسؤول عن التواصل لفريق اولمبيك اسفي، اللي تكلم على المهاجم الاخير اللي انتقل لفريق رجاء البيضاوي. بلا شك انك سمعنا التصريح المسؤول الاعلامي، يعني شنو الراي ديالك في ملي كيتكلم بهذيك الطريقه على فريق نادي القنيطره؟ سولوا على 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 اللاعب ميمي على ما اظن، اللاعب اللي وقع مؤخرا في فريق الرجاء البيضاوي، وكان في تجربه مع اولمبيك اسفي، والمدرب بن هاشم شاف ماشي راه مساله عاديه انه يقدر ما ينجحش مع فريق وينجح مع فريق اخر. الى المدرب بن هاشم تحترم القرارات ديالو، لان مدرب عنده رؤيه ديالو، وكيتمنى لاعب مواصفات اخرى يمكن له يكون هو في امس الحاجه ليه، اللي غادي يعطي واحد الاضافه اكثر للفريق ديال اولمبيك اسفي. الى ان الخرجه ديال المسؤول الاعلامي وديال هذا السيد هذا اللي تكلم بهذه الطريقه، هي طريقه ربما ما تنظنش ان ديال شي شخص اللي يلعب الكره. الانسان اللي كيلعب الكره كيحترم الفروق، كيفما كان المستوى ديالهم ضعيف اليوم راه ضعيف، غدا يكون الفريق في اوج العطاء ديالو، ممكن انه لانه تكلم قال بان قالوا لي سولوا على اللاعب، قالوا بانكم استغنيتوا عليه، ها هو لعب مع الرجاء وسجل، قال لهم معاه مره لعبوا مع قنيطره فرقه ضعيفه راه انا نسجل عليه. يعني السيد هو دخل ودار بالماريس راسو، لا ما خصش مسؤول اعلامي ديال فريق كبير بحال فريق اولمبيك اسفي ما يمكنش ينقص من الفريق بحال نادي القنيطره. نادي القنيطره راه عنده تاريخ، ربما الالقاب ديالو والانجازات ديالو اللعابه اللي عطى خير دليل على ان الفريق هذا عطى الشيء الكثير. كل الفرق الكبيره كتمرض ولكن ما كتموتش، نادي القنيطره مازال غادي يقول الكلمه ديالو، نتمنوا ان تصلح الاخطاء وتمجل بلاعبين في مستوى ويعني وتوفير جميع الظروف للاعبين باش يمكن لهم يعطيو احسن ما عندهم ويرجعوا لسكه الانتصارات والنتائج الايجابيه. هذا التصريح هو انا شخصيا نتكلموا بصراحه، يعني انا ما عجبنيش التصريح، لانه ما نظنش ان انسان شخصي وسير داخل النادي انه يسيء النادي اخر بان يقول لهم راه على ما نسجل، راه على قنيطره ضعيفه رانا ندخل نسجل عليها. فتنظن ان قنيطره راه ما ساهلاش بالطريقه باش تكلم عليها، والتاريخ ديالها ما يسمحش لهذا الشخص باش يقول هذا الكلام بحال هكا وبهذه الطريقه هذه. لما كانش انسان كيعرف يوزن الكلام ديالو ما يمكنش يبقى يقول تصريحات هكاك. يعني انا انتقدته، ولكن انا كنتقده غير على خطا ارتكبه ملي قال هذا الكلام هذا، لانه النادي القنيطري ربما كنظن انه راه من الانديه العريقه في المغرب، واللي عطات نجوم كبار المنتخب الوطني المغربي، وخير دليل على الكلام ديالنا هو ان عطات الهداف التاريخي للبطوله الوطنيه اللي هو البوساتي. فيعني ماشي من السهل انك تجي تتكلم تقول ما على شكون راه غير نادي القنيطري راه انا الماركي عليه، واخا النادي القنيطري هو ماركي عليها، هو البارح ماركي على
على شباب التاتر حقرا قسم التاتر. لا الكره هي دي ممكن الاب يحالف الحظ. وكي ما تنساش واحد القضيه انا راه نقدر نقول لك حاجه وحده هو ان فريق الرجاء البيضاوي في اوج العطاء ديالو واللعابه اللي كاينين واي لاعب غادي يلعب معاهم الا وغادي يسجل لانهم كيوصلوا للمرمى اكثر وانهم غيقدروا يلعبوا ويسجل يقدر يجي هو او واحد اخر غير هو ممكن انه يتالق مع الفريق لان فريق الرجاء رغم المشاكل المهم غادي نتكلموا على هذه النقطه على ديال فريق الرجاء الى ان تكلمنا على هذا اللاعب فبالتالي نقدر نقولوا بان انا صراحه غير متفق تماما مع الاخ اللي الناطق الاعلامي ديال اولمبيك اس. نعم نبقاو دائما مع المباراه. الجيش الملكي حاليا كيحتل الرتبه السابعه برصيد 22 نقطه. يعني كيفاش التقييم ديالك الاداء الفريق خاصه من بعد قدوم المدرب العامري المعروف يعني كيقلب دائما على الفرجه ربما؟ وصراحه ماشي المدرب العامري ماشي انا تنعرف العامري مزيان وسبق لي تعاملت معاه وسبق لي لعبت ضده ومن المدربين والاطر الاكفاء الموجودين داخل البطوله الوطنيه من قديم ماشي غير دابا لانه تكلمنا على المغرب التطواني. ما ننساش انه الفتره اللي كان فيها عزيز العامري مع المغرب التطواني كانت المغرب التطواني كتلعب كره جميله وكان فريق اللي فاز بالبطوله ومشى بعيد يعني وكان فريق يعني كل الانديه كانت كتخاف انها يعني كدير الف حساب ان راه لعبه من المغرب التطواني لا في تطوان ولا في الملعب ديال اي خصم كان لانه فريق يجيد اللاعب في عهد عزيز العامري ومشى عزيز العامري وبقات الطريقه ديال اللعب ديال عزيز العامري من حارس المرمى وبدا كتلعب وعدد كبير من اللاعبين اللي بانوا مع عزيز العامري. اذا فريق الجيش الملكي نفس الشيء بدات كتعطى واحد بدينا كنلمسوا بدينا كنشوفوا واحد العمل ديال المدرب ما بين اللاعبين. لا ننسى ان مدرب قد استغنى على عناصر كثيره للاسف انا كنتاسفوا على الاستغناء على بعض العناصر لكن كل مدرب وعنده تفكير في المنظومه ديالو التكتيكيه وانه يقدر لاعب يدخل ليه في المنظومه ديالو او ما يدخلش على اي المهم هو مصلحه الفريق. فريق الجيش الملكي صراحه غادي يقول الكلمه ديالو من القدام وغادي يكون من غادي صراحه غيكون من الفرق اللي غادا الى ماشي هذا الموسم الماجي وخصوصا اذا تم الحفاظ على نفس الاداره التقنيه ان الفريق غادي يلقى الوقت ديالو مع المدرب كيفاش غادي يخدم وكيفاش غيوجد فريق في المستوى وكيفاش غادي يبريباري السنه الجايه. وكنظن انه الموسم المقبل غادي يكون من ضمن الفرق المنافسه على اللقب. نعم دائما مشاهدينا احنا متواصلين معكم وكننتظروا كان التفاعل ديالكم بخصوص الجوله 17 اضافه لمواضيع اخرى اللي غنطرقوا عليها المشاركه ديال الفرق المغربيه في المنافسات الافريقيه فريق الفتح واتحاد طنجه والمغرب الفاسي اللي حقق نتائج جيده في الدور التمهيدي الاول في الكاس الاتحاد الافريقي. وايضا بخصوص الاسئله ديالكم والتساؤلات ومقترحاتكم فما عليكم الا انكم تشاركوها معنا في المباشر في الفيديو في الصفحه الرسميه لقناتكم شوف تي في او البريد الالكتروني شوف تي في .botolabro@gmail.com. المباراه الثالثه رضوان اللي خلطات يعني لا اسمح لي رشيد ما تكلمناش على اولمبيك اس في الجيش الملكي على المباراه ما تكلمنا على الجيش الملكي كفريق سعيد. اما بالنسبه للمقابله فاظن ان التعادل هو منصف للطرفين كانت فرص من الجانبين الى ان الفريق اللي الطريقه اللي لعب بها فريق اولمبيك اسي صعبات من المأموريه ديال فريق الجيش الملكي بالوصول الى 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 المرمى الى ان التعادل اظن انه منصف للطرفين وان الفريقين بجوج بداو كي يبينوا على انهم فرق ماشي بسهل انك تنتصر عليها. نعم المباراة الثالثة ما بين فريق الدفاع الحسني الجديدي وحسنية أكادير للفوز اللي منح الدفاع أبناء عبد الرحيم طالب من اعتلاء صبورة الترتيب والهدف اللي جا في الدقيقة 80 للاعب سعد لاكرو في ظروف وأجواء كانت ممطرة الملعب يعني كان ظروف اللي ما سهلش مأمورية على اللاعبين. شنو القراءة ديالك التقنية لهذا اللقاء؟ وبالنسبه للامور التقنيه ما يمكنش لك تتكلم على الامور التقنيه بواحد الشكل يعني تحكم بواحد الشكل على هذا الفريق او ذاك لانه لما كشفنا الارضيه الملعب كانت يعني كان فيها الماء كثير كانت يعني كانت امطار ما توقفاتش حتى المقابله الا نتكلموا على الجانب البدني والكل كيعرف ان البدايه ديال مدرب الدفاع الحسن الجديد عبد الرحيم طالب هو كان معد بدني في فريق الوداد البيضاوي وقد جاورته انه من احسن المعدين البدنيين الموجودين في البطوله الوطنيه بل واحسنهم وافضلهم
لانه طالب معروف بالعمل الجاد ديالو ومعروف انه اصلا هو استاذ التربيه البدنيه، انسان يعني كيعرف كيفاش يخدم، انسان محترف. اظن انه لقى فريق عنده عناصر شابه باستثناء بعض اللاعبين اللي هما كيتعتبروا عندهم تجربه. فريق الجديدي كان واقف مزيان كيف كنقولوا في الملعب، كانت اللياقه البدنيه ديالو حاضره، كان يعني كيبحث في كل مره وتاح له فرص عديده للتسجيل. كنظن ان الدفاع الجديدي ما خطفش الانتصار، خصوصا ماشي هذاك هو المستوى ديال حسين اكادير ديال المدرب سكيتيوي اللي كنعرفوا عليه، ولكن ربما السبب هو ارضيه الملعب، لانه فريق حسين اكادير في الملعب ديالو ملعب ادرار كيلعب كره جميله، كيلعب كره ممتازه، كيعطي صراحه صوره جيده لكره القدم الوطنيه، كيسوق واحد الاداء جيد، اداء اللي لاحظنا في حسنيه اكادير. حسنيه اكادير ماشي بداك الفريق اللي كيعتمد على النجوم، فريق يعتمد على المجموعه كامله، يعني لاعبين كيكملوا بعضهم البعض وكيعطيو في الاخر واحد الطبق كروي جيد يسهل او يصعب على اي فريق كيف ما كان في البطوله الوطنيه انه يمشي لاكادير وينتصر على حسنيه اكادير بسهوله. اظن ان المدرب سكيتي هو ما كانش راضي نهائيا على المستوى ديال اللاعبين، وخرج بتصريح قويه وكل شيء كان كيتكلم بانه غادي يرحل الفريق وما حضرش الحصص التدريبيه مباشرة بعد المباراة. ولكن يعني الأخبار اللي توصلنا بها في القناة شوف تي في، يعني جدد المكتب المسير للفريق أكادير جدد الثقة في المدرب، يعني واش ردة الفعل ديالو كانت على صواب في نظرك؟ ما نظنش، ربما هو كاينه بعض الاجواء هو اللي غادي يفهم اكثر من اي واحد اخر، يعني هو اللي كيطالع الامور واللي كيعرف الامور ديالو داخل الفريق ديالو. العناصر ديالو داروا مقابله متوسطه، ماشي شي مقابله كبيره، ولكن كيف قلت لك يعني ما نتكلمش على الامور التقنيه لانه الملعب كان كيحول دون ابراز امكانيات ومؤهلات ديال اللاعبين، وبالتالي كانت هناك يعني كاين واحد العائق اللي ربما يشفع لهم انك ما تحاكمهمش مباشره على هذه المقابله وعلى الاداء ديالهم بصفه عامه. الاداء ديالهم كان لا باس به، الفريق الجديدي كان فريق قوي، اللياقه البدنيه كانوا قويين، كانوا واقفين في الملعب، بقاو حتى وصلوا للاهداف، ربما حتى الامطار. انا شفت المباراه وشفت حتى اللاعب الهداف ديال الفريق ازارو اللي ضيع ببشاعه واحد الفرص، جوج فرص كان بامكانه يسجل بالسهل. كنظن ان هذا الشيء كيأثر على المهاجمين، انه المهاجم اللي كيبقى يضيع ربما كيجي واحد اللحظه كتجي لحظه شك، كيبدا يشك في القدرات ديالو المؤهلات ديالو. وتنظن ان المدرب طالب ربما لاحظ هذه المسائل هذه، يمكن له يقدم الدعم لهذا الشاب ولجميع اللاعبين الشباب. تنظن ان الهدف اللي تسجل من عند المدافع الايسر ديال الفريق الكرو، صراحه من الصفقات الناجحه اللي قام بها فريق الدفاع الحسني الجديد. هذا اللاعب كان في نادي القنيطري، كان يبلي البلاء الحسن الى جانب الترابي اللي بدوره رحل البركان، هذو لاعبين اللي كانوا في المستوى. فتنظن انه حتى نادي القنيطري تراجع المستوى ديالو، هذو هما الاسباب انه كيستغني على بعض اللاعبين اللي هما مهمين، يمكن انهم يعطيو اضافه قويه للفريق ويكونوا من الركائز الاساسيه وكيستغني عليهم. ربما الى جينا نشوفوا يقول لك الامور الماديه خصهم يبيعوا اللعابه باش يمكن لهم يسيروا، لانه بعض الفرق احنا يعني ملي تجي تبغي تتكلم على المشاكل الماديه على بعض الفرق كان نادي القنيطري او قصب التادله او خنيفرة او واحد العدد ديال الفرق او الكوكب مراكشي، لا مقارنه مع لا، ملي كتجي تهضر على هذا الشيء ملي تتشوف انه فريق بحال فريق الرجاء البيضاوي تيعاني من مشاكل ماديه خانقه، فتنظن ان بلا ما نبقاو نتكلموا على الاخرين نتكلموا على الرجاء، وغنديروا واحد يعني بكل صدق وبشفافيه وبكل حياديه نتكلموا على هذا المشكل ديال فريق الرجاء البيضاوي. علاش؟ لانه لا يعقل ان فريق من حجم فريق الرجاء البيضاوي يعيش هذه المشاكل. صراحه نهني الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي باللاعبين اللي كاينين عنده، لاعبين في المستوى، لاعبين رجال، ما تاثروش الا كانوا المشاكل ربما باش واللعابه يبينوا بحالك، الله يعطي المشاكل ديال المشاكل الماديه الله يعطيها للفرق كاملين باش يديروا نفس بحال اللعابه ديال الرجاء. هما مشاكل، ورغم ذلك نتيجه تلو الاخرى يحققها الفريق ويصعد تدريجيا لسلم الترتيب. اظن ان اصبح فريق الرجاء قريب من المقدمه رغم المشاكل رغم كل شيء. ربما لنا عوده في هذا الموضوع نتكلموا عليه اكثر. نعم، معنا جواد الزروالي، شكون احسن لاعب في البطوله لهذه الجوله 17؟
ايمن ساو، ديما ديما رجا، منير عيسى السلماني العلالي الرجوله، نزار شكري بينالتي ديال الوداد. مازال غادي نرجعوا نزار على المباراه، ما وصلناش للوداد، مباراه باقي ما وصلناش ليها. حمزه تيماكس سولو رجا، البطوله برو ما شي في المستوى الاحسن، بطوله هي البطوله الاسبانيه. قادر العلالي خصنا العلاوي خصنا ضروري ما نشجعوا البطوله اكيد رضوان، يعني المستويات يعني المتباعده، يعني كل واحد والشوفه ديالو القراءه ديالو على المستوى باش نشجعوا هذه البطوله. وبالحضور اكيد باش الحضور هما لا هما ما وقفوا هاد الجمعيات ديال بلا ما نقولوا الالترات، هما وقفوهم وما حبسوهم باش غنشجعوها. كان عندنا واحد الوقيته ولينا كنشوفوا التالق ديال الجمهور اكثر من اللعابه في الماتشات. كاين الماتش اللي كيمشي كيقول لك كيبان لك المستوى ضعيف، الا انك تشوف واحد الاحتفاليه، واحد الطريقه ديال التشجيع، واحد اللي تيفو تيطلعوا شي حوايج تيطلعوا الجمهور رائعين. كنت تقول المتالق اليوم رغم المباراه كان هو الجمهور كان في مستوى الطريقه ديالو، وبدا كيحتل الجمهور ديال الرجاء وديال الوداد وسميتو كيحتل في المراتب متقدمه عالميا. فهاد الحوايج ملي تيقولوا خاصنا نشجعوا، باش تشجع الا ما كانش الجمهور؟ ما كاينش الجمهور ما كاين والو. دابا اغلب الفرق كيصبح لها حنا عندنا غير مليون نسمه ولا 100,000 نسمه، يعني شويه ديال الجمهور هنا وشويه ديال الجمهور شويه ديال الجمهور بارك، بحال ولينا بحال الفرق ديال بحال الدوريات ديال قطر في الجمهور. ما كنهضرش على الامور التقنيه غير في الجمهور، ولا تيبان لي داك الشيء يعني الجمهور المغربي ما بقاش كيمشي بكثره الملاعب. علاش؟ هذا من ضمن الحوايج اللي خاصك تلقى لها حل، خاصك تلقى يا اما هكا يا اما هكا، خاص الجمهور يرجع باي طريقه. السلطه تاخذ يعني لها كامل الحق في ان تاخذ اي قرار، ولكن قرار ما يكونش مضر بالبطوله الوطنيه وبالفرق، لانه ملي ما تيدخلش الجمهور راه الخزينه ديال الانديه كتاكل العصا. وانا نقولها بصراحه، خاص يا اما هكا يا اما هكا، يا اما تم حل دوك الالترات واحداث الالترات اخرين بقوانين صارمه وشي حوايج انه اللي تابوت في حقه اعمال شغاب وان كذا كذا ربما ايه، ولكن حيت راه واحد الحوايج كنشوفهم في بعض الجماهير ملي كيولي شي كيقتل شي وشي باغي يضرب شي واحد داخل مدخل مع موس ومدخل مع طورنوفيس، شنو غادي تتفرج وغادي دير فيتنا؟ هذا هو الاشكال. دابا جمهور كيدير مشكل كيتحكم على الفرق كلها، الجماهير كلها كيتحكم على نفس الحكم. هذا لا، راه خصها تخدع قرارات زجريه ديال الجمهور اللي كيدير مشاكل تخدع في حقه. كاين الوكلوات، كاين بزاف ديال الامور، فهمتي؟ هذا راه الجمهور راه من الاسباب المؤثره على المستوى والتدني ديال المستوى ديال البطوله الوطنيه. اكيد مازال نرجعوا نتكلموا على الجمهور، خاصه واحد الحدث وواحد اللي وقع في احدى المباريات الجوله 17 مازال نتكلموا عليها رضوان. المباراه فريق الدفاع الحسني الجديدي، بقينا تكلمنا على الجانب البدني، خروج الاعلامي الاخير عبد الرحيم طالب تكلم وقال بان الحصص التدريبيه كتوصل 7 ساعات للاعبين ديال الدفاع الجديد، في نظرك كيفاش كتشوف هاد 7 السوايع؟ 7 السوايع لا، طالب عنده لعابه تولبو لعابه 7 ولكن الا كانوا كيترينوا في الصباح وفي العشيه يعني ما تكونش. انا شوف، حنا دربنا مع طالب وانا باقي صغير، كنت كندرب مع طالب في اللياقه البدنيه وفي هاد الحوايج. كنظن انه انا كتجيني ديك 7 السوايع بزاف، ولكن من الخدمه اللي شفت في طالب واللي عشت معاه قال كاينه. علاش؟ لانه على ايد طالب ابار مدرب يوريد اللي كان معنا ديك الساعه، اللعابه كاملين اللي كانوا ترينو مع طالب كلهم مشاو بعيد، لانه السيد صراحه كان الخدمه ديالو سيريو، الخدمه ديالو بحقول، الخدمه ديالو ماشي عشوائيه بل مضبوطه، وكان واحد المعد البدني رائع وفي المستوى، وكانت له رؤيه تقنيه بخصوص. علاش؟ لانه باش عم واحد دابا يقول لك ياك طالب كان معد بدني جدا للتدريب، ما نساوش ان عبد الرحيم طالب راه لعب الكره، كان كيلعب في دفاع عين السبع وكان من اللاعبين. وكمل الدراسه ديالو في الجانب التدريبي، كمل الدراسه ديالو وقرا، ومن الناس اللي مازال يمشي بعيد عبد الرحيم طالب. ربما 7 السوايع تجيني انايا صعيبه في بطوله احترافيه وبين قوسين، راه حنا بطوله احترافيه ولكن باقي ما وصلناش على الصعيد ديال اللعابه ولا صعيد لي كونترا والخلاص ديال اللعابه، وعلى الصعيد مثلا ديال التسويق الاعلامي ديال الفروق، وخاصه في لي كونديسيون ديال الجمهور، يعني كيفاش كيوصل يعني باش الا بغينا نقولوا احتراف بمعنى الكلمه، ربما 7 السوايع صعيبه. انا اللاعب الوحيد في العالم اللي تنعرفو تيتريني
6 السوايع حتى ل 5 السوايع هو كريستيانو رونالدو كيتريني جوج السوايع ونص ثلاثه مع الفريق ديالو، ما تبقى كيترينيه ما بين سباحه وما بين ميسكيلاسيون. نعم. فتنظن ان ماشي هذا ماشي غريب على عبد الرحيم طالب، ربما راه يقدر يديك سبعه السوايع، ولكن معقوله كاين واحد ما تنساش ان ديك سبعه السوايع راه ماشي متواصله، كاين واحد الوقت واحد لو طون ديال ريكوبيراسيون كاين في وسط التدريب. ربما هو اللي قال هذا الشيء هو اللي عارف خاصه كتجبد ما بين ما هو تقني وما هو تكتيكي. لا طالب شوف شوف طالب شي واحد ما يناقشوا بانه وكان يكون من ضمن يعني من احسن لي بريباراتور فيزيك، كان يكون يعني لو كان في المنتخب الوطني معد بدني بحال طالب قسما بالله العظيم كان يكون من يكونوا لعابه في واحد يبان لكم بواحد الشكل اخر، لانه هذا السيد هذا في العمل ديالو جاد ويعني والكلام ديالنا باش نزكيه هو العمل اللي تيقوم به مع فريق الدفاع العسل الجديدي، انه الفريق ديالو واقف مزيان في الميدان باش كيبدا كيكمل حتى لاخر دقيقه. جواد الزروالي حاضر معنا بشكل كبير في الحلقة اليوم. أخويا رضوان برافو، ولكن الناس كتموت في الملاعب، داكشي علاش قرارات السلطات يعني كتكون رغم قاسية ولكن ضرورية في مثل هذه الأمور. ضرورية تدار عقوبات، تدار عقوبات بديلة. دابا ملي غنحبسوا حنا الجمهور والجمهور ما يبقاش يمشي، عرفتي شحال غادي حتى اللي ما كيديروا والو كيضر الانديه. اي راه دابا قلت لك دابا ديك 80000 اللي كتكون في التيران راه غير جوج كيديروا مشكل كتجمع وكتمشي فيها 80000 كتمشي فيها 78000 فهمتي المال يعني مشاكل ربما كتوقع خصها، لانه ملي كتكون كاميرات في الملاعب وكاينين بعض الناس اللي داروا الشغب والشرطه دارت الخدمه ديالها، الامن دار الخدمه ديالو وجابوا الصور ديال دوك الناس وقدموهم للعداله، ودوك الناس اللي داروا الشغب راه خصهم يؤديوه. وكنتمنى حنا ما يبقاش كاع الشغب، علاش ما نشجع بواحد طرق حضاريه؟ مش هذاك الوقت فين هما الانكالزه اللي كان دوك الهوليغانز اللي كانوا كيديروا ملي كيساليوا المباراه كيديروا مشاكل، ما بقاش. ولينا دابا تشوفوا تشجيع حضاري، الناس عاقت وفاقت صافي، ما بقاش داك الشيء، راه كتجني غير على الفريق ديالك. الا الفريق ديالك مثلا الوداد والرجاء وجديده مثلا متصدرين الترتيب وغادي مزيان مثلا، اذا راهما في امس الحاجه الجمهور، لو كان الجمهور غيكون الاداء افضل واكثر واحسن. تجيل انا غيكون تاثير سلبي على يعني كرة القدم كمنظومه يعني محتاج ان الجمهور يكون واصل واحد المستوى كبير، عاد اللاعبين والجمهور هو كل شيء. الا ما كاينش الجمهور اللاعب راه ما كيسوى والو، راه كيبان لك اللاعب غادي يتصور معايا انا ممكن تريح كتفرج وانت كتكون مسافر برا، وقسما بالله وقعت لي شحال مره في الامارات ولا في السعوديه وكنريح مع ناس ومع اصدقاء كيشوفوا داك الجمهور هادشي عندكم المغرب هذا الشريف، حنا الناس راه كتموت على الكره والناس راه هذا ثقافه كرويه والناس متقفين كرويا وهذا كتبقى تشرح لهم وانت كتفتخر ملي كتقول لي توريهم الدير بشحال فيه ديال الجمهور، ما كايناش بلاصه ما كايناش، زائد دوك لي تيفو اللي كيداروا سميتو فهمتي، راه زعما هذاك الشيء زعما صراحه الخاسر الاكبر راه هو الفرق والكره الوطنيه بصفه عامه. نعم انا دائما شكري نزار، ما كرهناش مشاهدينا ان يذكروا الاسم الكامل اضافه للمدينه اللي كيمثلوها. مرحبا بتساؤلاتكم تفاعلاتكم، حنا دائما حاضرين معكم ومعنا دائما. رضوان سؤال موجه ليك بخصوص الحارس الغارديان ديال فريق الوداد البيضاوي من طرف شكري نزار كيسول على المستوى ديال زهير العروبي. شكري مازال غادي نتكلموا فيه ونيت المباريات اليوم الاحد، وصلنا لهم بعد ما الحديث على اولمبيك خريبكا والمغرب التطواني حسنيه اكادير والدفاع اولمبيك اسفي والجيش. المباراه اليوم الاحد اللي جرات الشباب كان الوداد كان ضيف على فريق شباب اطلس خنيفره، مباراه اللي انتهت بالتعادل وسمحت للدفاع الجديدي انه يعتلي السبورات الترتيب في الجوله الشراكه مع الوداد. يفضل الشراكه اللي كانوا مقدين غير نخليو نتكلموا غير على الجانب التقني، المستوى الاداء ديال اللاعبين، الاختيارات ديال حسين عموته. من العلم ان اليوم كاينه مباراه مع نادي القنيطري كمباراه وديه للاعبين الاحتياطيين في الخميسات، شنو الراي ديالك في الجانب المستوى ديال المباراه قبل ما نتكلموا على الاخطاء التحكيميه للحكم يعقوبي؟ واحد المساله اللي نبغي نتكلم عليها بالنسبه للفريق ديال خنيفره، شباب خنيفره ياك شباب خنيفره وي شباب اطلس خنيفره ياك شباب نهضروا على خنيفره والوداد ياك خليك معايا انا معاك نشوف حتى لي كومونتير. بالنسبه لشباب اطلس خنيفره لو الوداد اللي سجلوا الهدف ما كانش غيكون الاداء بهذاك الشكل ديالهم، حيت ملي سجلوا الهدف للاسف الشديد انه اولمبيك داك شباب اطلس خنيفره كلهم رجعوا للوراء
وبداو كي يعني ما فرجوش الجمهور، رجعوا وعطيو كيشدوا كيطوعوا الكره وضربوا فين ما جات. راه ماشي ماركيتي بيطرا نهايه العام وكنت انتصرتي او لا درتي، او انك تعادلتي مع الوداد صافي راك ديتي بطوله، او انك حققتي انجاز انك تعادلتي مع نفس الشيء لو وقع مثلا تادلة قصب التادلة مع الرجاء. راه اي صراحه انا ماشي غير الوداد، راه الوداد والرجاء راه اي فريق تيلعب معاهم راه عنده داك النهار راه عنده العيد، راه بامكانه الى حقق غير تعادل راه كانه انتصر كيدخلوا للتاريخ. راه انهم لعبنا مع الوداد وتعادلنا معاهم، والرجاء لعبنا معاهم وتعادلنا معاهم، ودرنا لهم وفعلنا لهم بالنجوم ديالهم وباسم الاسماء اللي عندهم وكفريق كبير وكذا. لكن للاسف خاصة هاد المسائل تبدا تحيد. شحال دابا كنشوفوا في الدوريات الاسبانيه كنشوفوا سيلتا فيغو كتمحن بارسا والريال، كنشوف بعض الفرق اللي هي صغيره ولكن كتلعب الكره. راه ما بقاش داك التفكير ديال رجع وسد وسط الميدان والدفاع والكره تراجعين وكذا. فريق الوداد ما قدمش شي مباراه كبيره وما قدمش واحد المستوى، وغياب النجاح الهجومي هذه المره بتواجد لاعب واحد ما يمكنش احداث الفريق بوحده، بوجود مدافعين كثار في مربع العمليات اللي هو جيبور. جيبور كنعرفوا الخطوره ديالو، الا عطاو غير ليسباس يقدر يصنع من فرصه من لا شيء، يصنع فرصه ويمكن يعطي التفوق للفريق ديالو. فريق الوداد البيضاوي بالنسبه للامور التكتيكيه اللي بغينا نتكلموا فيها، ان المدرب عموته حدث واحد التغيير، باش نكون واقعيين حدث واحد التغيير، ولا الفريق ما بقاش كيلعب كره طويله، ولا الفريق كيلعبها لدرجه انه كنشوفوا فريق الوداد البيضاوي في امس الحاجه انه باش يسجل هدف، ولكن ما معتمدوش على الكره الطويله، بداو كيلعبوها من اليمين لليسار عبر وسط الميدان اذا حتى كيوصلوا. وهذا شيء جميل ما كناش كنشوفوا شحال هذه في الوداد، ما بقاش داك التسرع انهم فقط يوصلوا للكره. توشاك ومن العهد ديال دوسابر ملي جا كنا كنشوفوا كواري كلهم طوال الوصول يعني في اقرب وقت لعبوا على الراس ديال جيبور او اونداما ونوصلوا في اقرب وقت مع حسين عموته. بدينا كنشوفوا اللعابه ولاو بداو كيتحروا شويه وبداو كيلعبوا الكره، وشفنا صراحه شفنا التالق بعد المجيء ديال عموته، شفنا التالق ديال اونجم ودخوله كلاعب اساسي. رغم كان ضغط كبير من الجمهور، انا مع الدخول من بدايه المباراه الجمهور كان كان كيصفر عليه، كان داروا عليه شويه ديال الضغط. واخا يديروا الضغط راه اسمعني، راه الوداد هذيك راه حيت دابا لعبه الوداد ولا اللعبه ديال الرجاء راه ما غيتاثروش لك بداك الضغط، لانهم ديجا كيلعبوا قدام 80000، واش غيلعبوا مع قدام 5000 ولا 10000 غير يجيب شي ضغط؟ ما يجي من الضغط لا والو، فهمتيني؟ غير هو اللي كاين هو اللي ربما اللي بان لي انا شخصيا حتى ارضيه الملعب ما ساعدتش على اجراء مقابله. هذه الارضيات هذو ديال الملاعب ديال الكازون ارتيفيسيال، ما نكذبش عليك هذه الملاعب هذو ما تتلعبش بحريه، ما تتحكمش في الكره كيف بغيتي، يعني لاعب فوق طرف ديال البلاستيك تحس منه الفرش شي حاجه ما اسمع لي انا. الملاعب شوف الملاعب هي اكادير وطنجه والدار البيضاء والرباط وفاس، هادو هما الملاعب خصهم يكونوا عندنا، فهمتيني؟ كانت واش كتلعب في واحد الملعب مستوى عالي، وملي كتكون جاي غادي لعب في واحد البلاصه قالب على تيران ديال الكازو ارتيفيسيال تمشي تريني فيه باش تمشي تلعب مع هذيك الفرقه اللي بسبرديلات ولا بسبق، فهمتيني؟ انا هذا شوف الملعب يعني الطاقم التقني كيدخل في شي اشكاليات اللي هما بعيده حتى في بلاصه ما يفكر في الجانب التقني، كيبقى بطبيعه الحال كيفاش يأهل اللعب. لانه شوف لانه ملي كتلعب في الاراضي العشب الاصطناعي راه كتلعب في واحد الارضيه صلبه، راه ماشي هو العشب الطبيعي، تدرج ديال الكره كتكون راه كاين اشكال على العموم. اولمبيك شباب اطلس خنيفره قدم مباراه بالنسبه لهم هما راه مباراه العمر، قدموا مباراه جيده، لكن في رايي انايا كانوا متوسطين، لاعبين عاديين، رجعوا سدوا وسط الميدان والدفاع وبداو كيضربوا في الكره في جميع الاتجاهات مع خلق بعض الفرص، ولكن بمساعده بعض اللاعبين وكذلك حارس المرمى. الكره اللي خرج ليها زوير العروبي ربما هذا هو التساؤل ديال الاخ وحنا وصلنا ليه، انه العروبي زوير العروبي خرج واحد الخرجه وضربها اللاعب براسه وعلى ما اظن القرش ضربها بالراس ديالو، كانت غادا المرمى لو التغطيه الناجحه ديال العطوشي اللي خرجها ونقد فريق الوداد، كان طبيعي لو تعطل غير ثلاثه ثواني كان ممكن تلقاها في المرمى، لانه دخل هنا بالنسبه للمستوى ديال حارس المرمى ديال فريق الوداد البيضاوي يطرح علامه استفهام كبرى صراحه. نكون واقعيين نتكلموا بصراحه، فريق الوداد البيضاوي راه ملي مشى نادر المياغري
راه باقي ما لقاش داك الحارس اللي يمكن نطمئنوا عليه ونقولوا صافي راه حنا عندنا الحارس اللي ربما الا ما كانش راه كاين مشكل. دابا ولينا خصنا ندخلوا عقيد، ربما نتسنى عقيد غير كيبقى كي غادي معاك كيدير خطا كتحيدو كتجيب زوير العروبي كيدير خطا. انا عقيد دابا حاليا في الكوكب المراكشي لا انا عطيتك غير مثال، انا بن عاشور الى اخره. الوداد شوف ماشي ولا عنده ما كاين استقرار في لا الوداد واحد القضيه دابا الاشكال. علاش دابا كنتكلموا على هذه المساله هذه؟ لان ما عمر الوداد البيضاوي كان عنده مشكل ديال حراس المرمى، راه من الزاكي عزمي الشاب ميغري وجيد بزاف ديال 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 الحراس بوبغي راه كانت يعني عندها حراس المرمى متكونين داخل مدرسه الوداد، ماشي جلب حراس المرمى. لانه كان اصلا كان واحد العمل وواحد المجهود جبار كيتقام داخل المدرسه ديال النادي في كانت لهي ولا المغرب الفاسي معروفين بالحراس وطبيعه الحال لا، وكان الوداد ودابا مورا الوداد هذه واحد 10 سنين كان المغرب الفاسي غادي يعطى واحد الحراس، ولكن نكونوا صراحة ماشي بالشكل اللي عطات الوداد. الحراس اللي عطاو اللي عطى فريق الوداد البيضاوي ما حراس كبار على بدو الزاكي وخليل عزمي ومصطفى عشان، الناس اللي حبسات في المنتخب وكان عندها واحد ماشي يعني كنذكرش لك انايا حراس اللي لعبوا عامين ثلاث سنين وطفاو، هذو حراس اللي لعبوا جميعا راه ميغري تبارك الله راه لعب معايا انايا، راه لعب معايا تقريبا واحد 8 سنين ولا 10 سنين، ومن بعد لعب ورايا واحد 15 واحد 7 سنين ولا 6 سنين اخرى هو كيلعب. يعني الوداد كانت كتعطي ما كانش هذا الاشكال. اظن ان المشكل ديال 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 الحراس لو كان حارس شاب نقولوا ممكن يتم يتصلح هذا الجول هذا يتصلح ومازال ان شاء الله ياخذ تجربه ويدير، ولكن ملي كيولي عندك حارس عنده 25 و26 و27 و28 سنه ويدير اخطاء كبيره راه ما كاينش الاصلاح، كيدير اللي فرط الله يعاون نعاونو. رضوان الناس كتكلم على كنتكلموا على حراسه المرمى كيتكلموا حاليا على بونو كان كيشوفوا انا وكان غادي يسد داك الفراغ ديال المياغري. شوف ماشي غير الفراغ ديال المياغري بل حتى الفراغ غادي يسد الفراغ اللي كان في المنتخب الوطني، لانه ياسين بونو كله كان كيشوف فيه الدوزيام الزاكي كان جاي لانه بديك الطوله ديالو بديك القامه ديالو، ولكن الدري جاب لي الله زيق صيفطوا لاسبانيا باش يمشي مشى لاتيتيكو دو مدريد، ومن بعد لاتيتيكو دو مدريد اعاروا لاحد الفرق ديال في الدوري في لا ليغا. كنظن انه كتشوف هذا اللاعب كتقول حنا ملي قلنا واخا ما يحبش الوداد غيمشي للصبليون راه رب غيمشي للصبر غيكتسب واحد التجربه غيولي من احسن الحراس، الا ان كنتاسفوا انه ما بقاش كيلعب بزاف، وهذا هو اللي ولينا كندمن عليه ولينا نقولوا كون غير بقى في الوداد وحبس وخد المكانه ديالو كان يكون الحارس رقم واحد في البطوله الوطنيه. ولكن رغم ذلك كيشوفوا بعض الوداديين الحب والعاطفه للفريق كيشوفوا ان ياسين بونو التفريط فيه يعني هو اللي دار المشاكل اللي كيعاني منها حاليا فريق الوداد البيضاوي. رجعوا للاخطاء ولبعض الامور اللي خلقت جدل كبير في صفحه في الفيسبوك خاصه اللي ولا مجال كبير في الناس كيتفاعلوا فيه. كيتكلموا على ضربه جزاء ديال خنيفره في اللي كانت به سبقت في الافتتاح التسجيل دقيقه 41 في انس مرابط، يعني اشنو تقدر تقول في كاين لمسات اليد ديالو بكل واقعيه، ولكن في المقابل كاينه ضربه جزاء ديال الوداد ما عطاش الحكم. اذا الحكم هنا ضيع الوداد في ضربه جزاء جات ضربه جزاء 61 دقيقه 61 لو ان فريق الوداد كان منهزم وجات ديك ضربه جزاء كان غيعطي ديك ضربه جزاء على ما اظن. لا فهذيك الوقت ديال ضربه الجزاء واش كان الوداد متعادلين ولا كانوا خاسرين؟ في الدقيقة 61 يعني كانوا متعادلين كانوا كان تعادل، ولكن الإشكال دابا حاليا اللي ولا في التحكيم يعني ضروري من الحكم ربما ولا كيشوف الجانب ديال النتيجة شنو عطيه، واش الفريق واش الفريق متقدم واش الفريق منهزم عاد كيقدر أنه هذا مشكل حنا في المغرب ما كيطبقوش القانون كيفما هو القانون بالحذافير. دابا المشكل ديال المغرب عندنا واحد الحكام الله زعما الله يهديهم قسما بالله العظيم ضروري ما يدير شي باروك شي نهار في شي ماتش، والباروك هو ضروري يدير شي خطا بحال مثلا الماتش ديال الراجل. واش انت تلعب كوفره وتقول ليه ملعب مشاو ماركا رجعتي لا رجعوا كوفره الكزاز فكاين هاد فهمتي، راه كاين شي اخطاء كدار راه زعما شوف كاينه اخطاء كدار اللي ربما نعطيك مثال. لو ان الحكم ديال 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 المباراه ديال الوداد يعقوبي ها لو ان يعقوبي عطى الوداد ضربه جزاء والوداد انتصرت كانت غتبقى في الصف الاول مع الجديده، ولكن ملي الحكم تيضيعك ما تيعطيكش واحد الحق ديالك لجوج الحوايج، يا اما فريق متصدر او كيتصارع على الصداره مع واحد اللادي او جوج على 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 يعني على 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 الكلاسمون
كيجي كيضيعو كيحيد ليه هدف كيضيع فريق كامل كيضيع بخطا ديال الحكم. وملي كتمشي المديريه ديال التحكيم كيقول ربما الحكم وتغاضى عليه ولكن ماشي عن قصد عن قصد او عن غير قصد انت ضيعتي فريق انه يكون باقي في الصف الاول. فهمتي لا؟ اذا اشنو اش غيربح مثلا الوداد؟ اشنو غادي تربح انا كرئيس فريق او لا انا كلاعب ديال فاشنو غربح من الخطا ديالك؟ تجيني من بعد وتعتذر تقول ربا او لا يتم التوقيف ديالو او التوبيخ ديالو او توجيه مثلا عقوبه مباشره في مباراه او مباراتين. واش هذيك العقوبه غتعوض لهذاك الفريق النقاط ديالو؟ نفس الشيء ينطبق على الفرق في مؤخر الترتيب مثلا اللي كيكونوا في امس الحجر النقطه كتجي ضربه جزاء ما يعطيهاش لها حكام. الا الرجاء راه بحال 3-1 ما نعطيش كو اسيدي تربح حتى ب 10 تطبق القانون. إذا كان الخصم ضعيف انت ما بغيت تلعب معاه. بعض المرات اللي كنشوفوا في الانديه الاوروبيه المباريات راه من الفريق رابعه 8-7 وكتكون ضربه جزاء كيسيف لي عليها. ما كاينش العاطفه في كره القدم بالنسبه للحكام ديالنا الله يهديهم. قلت لك ضروري ما كيبغيو يديروا شويه ديال البركه ديالهم داك الشيء اللي ما عرفتش كيجيهم داك بوتفتاف ما يبغيو يصفروه ما يصفروش ما تطبق على القانون ونبينا على السير. خسر اللي بغي يخسر يربح اللي بغي يربح. نعم. ماشي لا راه غادي يوقفوا غادي حتى اش غادي يربحوا هذه الانديه من التوقيف ديال هاد الحكام. عزيز حساني هضروا لنا شويه على الرجاء. حنا مازال مباراه بمباراه حصلت البطوله في الجوله 17 كلها غادي نتكلموا عليها. بعض الوداديين اللي حاضرين معنا رضوان كيتكلموا على الاخطاء التحكيميه ديال اليعقوبي يعني كيشوفون بغض النظر على ضربه الجزاء اللي حرم منها الفريق الوداد واثرت بشكل كبير في النتيجه ديال المباراه اللي سمحت للدفاع الجديدي انه تكون في صداره البطوله. قال بانه سجل حرم حتى اللاعبين في الحضور ديالهم في اللقاء يعني كتكون لي كونتاكت ما بين لي جوار خاصه ديال النقاش اللاعبين ديال ونجم على بعض الامور اللي كيحيدهم. انا ما يمكن اللي يمكن لي نقول انا راه قلته وبشكل صريح ومباشر ولكن كنقول الاخ والاخوان الوداديين راه عندك راه كاين مكتب راه كاين رئيس خصو يسالي شويه الفرقه ويوقف على هاد الحوايج. ما يمكنش حنا اش غنقولوا اكثر من هاد الشيء. قلنا بانه راه كيضيع الفرقه بتصرف بسيط كيتغاضى على ضربه جزاء ديال الفريق وفريق كيتصارع على اللقب كتجي كتضيع انت في ضربه جزاء وكيولي هو في الصف الثاني. وحتى الفريق الدفاع الجديدي متصدر الترتيب راه مساله عاديه ممكن انه راه ما الدورات راه باقين ومازال غتلاقى الوداد الجديده ومازال غتلاقى الجديده والرجاء ومازال غتلاقى الجديده والجيش وجديده وخريبكه وكوكب. فهمتي باقي مقابلات قويين باقي مقابلات صعاب ما يمكنش لنا نقولوا لا غير هو اللي كاين بهذ الحوايج. خاص حتى المكتب المشير ديال الوداد ملي يتعرض للظلم بحال هكا خاصهم يصدروا قرار او يكاتبوا الجامعه وكاتبوا مديريه التحكيم على هذه الاخطاء خصوصا وان رئيس الفريق رئيس العصبه راه بامكانه انه يعني يحتج بطريقته على هاد الناس هادو. وحتى في التصريح خلال الندوه الصحفيه اللي من بعد تالت المباراه يعني حسين عموته عبر عن الفرحه ديالو للمستوى والاداء ديال اللاعبين. الفرحه على المستوى والاداء ولكن النتيجه راه ما فرحاش بها الجمهور. الجمهور حيت باغي ثلاثه نقاط ممكن السي عموته الطريقه وداك الشيء مرحبا حنا معاك كاينه الطريقه كاينه اللمسه بداو اللعابه كيلعبوا ولكن راه خاص النتيجه. راه ما يمكنش تلعب جيبور بوحدو الا ما دخلتيش معاه فابريس اونداما وماشي حنا كندخلوا غير اداء رؤيه شخصيه واراء شخصيه ربما تحترم. حنا كيف ما احترمنا طريقه اللعب ديالو وشكرناها وقلنا هذا واقع ماشي مجامله ولكن في نفس الوقت انه الاعتماد على لاعب واحد وانت تصارع من اجل اللقب لا اظن ان لاعب واحد في الهجوم كافي لانه خص يعني تلعب بطريقه هجوميه خصوصا وانت تلعب مع فريق الكل تعرف ان الفريق متوسط او لا باس به ولكن كان الاداء ديال اللاعبين الخنفريين كان واحد كان دي شوك في لي كونتاكت. قلت لك علاش راه ملي كتجي تلعب الوداد ولا الرجاء غتلعب في خنيفره راه العيد راه ممكن ماشي بعيد العام اللي يدير معاهم اجتماع ويقول لهم خصكم تشرفوا الكره الخنيفريه وحتى التدخل ديال الحكم هنا خصو يكون حاضر باش تحمي اللاعبين. شوف تشريف الكره الخنيفريه او الكره اي ديال الفرق مثلا اللي يلاه تصعدات مثلا الخنيفره وقصبت التادله راه ملي كيمشي راه حتى داك الجمهور ديال الخنيفره راه كتبان ليه شي حاجه كبيره ان الفريق ديالو تعادل مع الوداد وسجل عليها او تعادل مع الرجاء وسجل عليها. راه عندهم حاره عندهم هذا انجاز. علاش هما لاعبين بهذيك القوه؟ لانه داك كيشحنوا اللعابه انهم شوفوا عند الوداد هذا مساله عاديه وقع دابا. راه كنا كنجيو كتلعب في الدار البيضاء كتجي فرقه كلها كتوقف القلو وبقى تضرب عليك هو ما كاين هذا كيطيح لك دقيقه
يضرب الكره لتوش كذا كيضرب كي فهمتيني لا هذا ماشي تصغير طبيعه الحال الانديه ماشي تصغير واقع ماشي تصغير واقع واش هاد الفرق كيلعبوا على 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 البطوله راه هاد الماتشات اللي كيتسناو فيهم بحال الوداد والرجاء راه تيدير كاين اللاعب اللي كطلع الاسهم ديالو كاين اللاعب اللي تيقول راه خصني نبان راه البارح كان اوناجم هنا ومشى للوداد خصني انا ربما العام الجاي نكون ليه فهمتيني نكون في الرجاء ولا في الوداد راه كيبغيو الاسهم ديالهم تطلع عموته في التصريح ديالو طبيعه الحال تكلم على كنا متاخرين في النتيجه وتمكنا من تسجيل الهدف ديال التعادل في وقت مناسب لكن السبب ديال هو ما انتقدش بشكل كبير التحكيم ولكن تكلم اكثر على ارضيه الملعب هي اللي حرمت الوداد من الفوز على الشباب رغم ان ارضيه الملعب سبب ارضيه الملعب سبب هو بالدبلوماسيه ديالو لانه كاين بعض الحكام الله يسمح لهم وهذا الشيء كنا عشناه ورأي لعاب او مدرب كاين طاقه تحكيم السيمانه الاخرى داك الحكم اللي كيجي كيوقف ثاني ضده في الماتش راه كاين شي حوايج كانوا كيداروا راه زعما اللي ما لانه هذا الشيء خاص برامج دار خاصه التحكيم خاص التحكيم على الاخطاء ديال الحكام باش يمكن الفرق تاخذ الحق ديالها باش الحكم اللي غلط يعرف راسو الا غلط راه المقابله راه هذا الشيء اللي غلط فيه دابا راه المغرب كامل غادي يشوفه في واحد البرنامج او في واحد نعم المباراة الأخيرة نرجعوا للمشاهدين ديانا الكل كيتكلم على الهدف ديال عادل الكاروشي أحسن هدف ديال سعد لاكرو للدفاع حسني الجديدي محمد أزوكاك كلام على صواب أخي العلالي خويا رضوان تحية ليك تصريح تحليل واقعي شكرا عدنان المشكل ديال الرجاء والوداد هو الملعب فتحوا لنا دونور شوهتونا عدنان يعني الجمهور البيضاوي كله كيتسنى الوقت اللي فين يتفتح مركب محمد الخامس باش انهم يحضروا ويساندوا الفريق ديالهم الملعب كيبقى ضروري اكيد رضوان الكل كيتكلم على العوده افتتاح المركب يعني كيبقى هو العرس الكبير للجماهير البيضاويه عسامة عسكل أسلكة أنا كنلقى صعوبة بعض المرات في قراءة الأسماء المشاهدين ديالنا هل يمكن رؤية رضوان العلالي مدربا لإحدى الفرق يعني فايت شاركنا أنا جاوبنا على هذا السؤال هذا عبو مالاغا تكلم على خشونة تاع شباب خنيفرة عبدو راه تكلمنا على هذه الأمور هذه وكنشكرك دائما على المشاركة ديالك معنا في الحلقة فابريس واش ديال الاحتياط عباد الله احمد سليماني يتم احترام الاختيارات ديال المدرب حنا كنحتارو اختيارات ديال المدرب هو مدرب جيد جا لفريق كبير خاصك تعطيه الوقت وخاصك تخليه يخدم قلنا الا انت كنتي كتلعب على اللقب مهاجم واحد غير كافي لانه خاصك تلعب بواحد الطريقه هجوميه وفابريس كنظن انه من نهار جاء موتا ولا كيحط فابريس وكيعتمد بشكل كبير على ونجم وبن شرقي تنظن ان كل مدرب عنده الاختيارات ديالو الى ان الامور مازال عموته غادي يقول الكلمه ديالو مع الفارع نرجعوا للمباراه كي قلنا ديال الرجاء وقسم التله نشوفوا المباراه المراكوكب المراكشي ونهضره بركان اللي انتهت بهزيمه الكوكب المراكشي يعني هزيمه في عقد الدار بملعب مراكش وكان تصريح قوي للمدرب المؤقت حاليا البهجة يعني يتكلم على التحكيم وبصحيح العبارات تكلم بلي ان الحكام فين ما كيحكموا المباراه ديال نهضره بركان كيدوخوا هاد التصريح ربما يقدر يتسبب لي بعض البركان الرئيس ديالها هو رئيس الجامعه ودي شو انا كنعرف احمد بهجة البهجة ربما شي حوايج ربما الحكم يقدر ظلمو في بعض اخطاء ماشي ضربات جزاء انا شفت الكره ما فيهاش ضربه جزاء تدخل ديال لاعب افريقي ضد لاعب ديال الكوكب ما كانش شي تدخل اللي وعاني فهداك بغى يضرب الكره ربما داك سبقو واللاعب حاول يمثل اكثر ما انه يمشي للكره ما كانش شي حوايج اللي هي كثيره وما يمكنش لنا نظلمو حنا كون كان مثلا هذا القجع عنده تاثير فادي نهضروا بصراحه راه مثلا القجع كرئيس ديال الجامعه وفريق ديالو متواجد في البطوله كره كيدي في البطوله تا لكن لما تنظنش انه بهذ الحوايج الحكام كيف قلنا دوين على هادشي كيديروا شي اخطاء وقلنا الله يدير شي تاويل ديال الخير مع هاد الحكام صراحه انا ملي كتشوف شي حوايج كتشوف شي اخطاء اخطاء كيضيعوا فرق هو كان احمد البهجة كمدرب له الحق في ان ينتقد مادام شاف انه تعدى عليه الحكم هو كان تم
ربما شاف ان تعدى عليهم حكم وضيعهم. فهذا الشيء مباراه يعني ديال الكوكب وبركان كانت مباراه عاديه بجوج الفريقين اللي المستوى ديالهم لا باس به فهمتي ولا لا. لعبوا مقابله كانت ما كانتش فيها شي اداء راقي ماشي اداء مستوى عالي الا انه كانت غابت الفرجه في اللقاء ما غاب كل شيء. حضر هدف وحضر حضرت يعني بعض النرفزه ديال بعض اللاعبين كذلك الاحتجاج على التحكيم الى ان بالنسبه لي انا مباراه متوسطه حتى لا باس بها. عرفت تسجيل ثلاثه ديال الاهداف بخصوص اللقاء. يوسف ترابي سجل الهدف الاول في الدقيقه 19 الحسين اخميس الدقيقه 69 في الوقت للكوكب المراكشي قلص الفريق في الدقيقه 58 عن طريق عبد الله عميمي. نهضه بركان حقت في الجوله 17 الفوز التاسع في البطوله فوز مهم خارج الميدان اربعه هزائم وربعة الهزائم وربعة ديال التعادلات. في نظرك كتشوف ان نهضره بركان نقدر انها تنافس على البطوله بالنسبه على حساب الامكانيات اللي عندهم وعلى حساب المستوى ديال الفرق لانه بتواجد فرق قويه لا اظن ان بركان هذه السنه ينافس لانه الكل شيء كيعتمد على البدايه ديال السنه لانه بعض النقاط اللي ضيعتيهم راه ممكن انك تداركهم في باقي المباريات. الى ان اظن ان نهضه بركان فريق عنده تاريخ فريق عنده يعني عطى لعابه كبار نجوم كبار ما نساوش الهداف ديال الفريق بوسحابه يعني صراحه فريق اصبح الان عنده واحد الفريق جيد ويحترم ولا يستهان به وفريق ماشي من السهل انك تنتصر عليه لا داخل الميدان ولا خارج الميدان. فريق اللي ولا يعني عنده الوزن ديالو في البطوله الوطنيه هو حديث العهد على حسب اعتقادي انا حديث العهد في الدوري الاحترافي. كنظن انه مازال امامه الوقت ومازال امامه انه يجلب لاعبين في مستوى ويمكن يقدموا الاضافه باش يمكن الفريق الى سطر شي حاجه مثلا سطر على انه غيلعب على 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 البطوله انه على الاقل عنده ترسانه بشريه بامكانها ان تنافس على اللقب. برصيد 31 نقطه يعني ربما بدا التشويق كيظهر في الشطر الثاني من منافسه البطوله الوطنيه. هو بيني وبينك شوفوا كان احتلال الرتبه الرابعه 31 نهضه بركان فريق الرجاء الكحش المرتبه الثالثه 32 نقطه الوداد 34 نقطه وفريق الدفاع الحسن الجديدي 36 نقطة يعني ما كاينش واحد البعد لا هو مزيان بحال هكا كتكون التنافس وكتكون يعني الفرص متقاربة إلى غيره. بغيت نسول واحد السؤال دابا بركان ربحات وهي خارج أرض الميدان ياك الأسبوع الماجي غتدخل الوداد والراجا راه ديما خارجين ما تيدخلوش راه مشكل كبير راه ما يمكنش ديما خارج ديما راكبين في الطيارات وفي الكيران وغاديين فهمتي ديما لاعب خارج ارضيه الملعب ديما ما عندكش الجمهور ديما كتحس براسك انك لاعب على برا راه خاص المشكل خاصو يتحل في اقرب وقت. ولكن ملي حنايا كنتكلموا الجمهور كيدوي والمسؤولين ديال الفرق بجوج اللي ما تيدويش على هذه المساله هذه مع الجهات المختصه فما بالك حنا شنو بيدنا نديروا. حنا كنقولوا ولكن راه ما كاينش. انا راه دوينا ذاك النهار بقيت ندوي تنتفرقع كندوي جيبوا مثلا هذاك التيران ديال العربي بامبارك اللي كان سميتو بيرجي سميتو استاد فيليب شحال تخسرت عليه ديال الملاير شحال تخسرت عليه ديال الفلوس الملاير الاموال ديال الشعب طرقنا ليه ياك ولا لا. تصور ذاك الملعب كون كان مصوب هذاك الملعب تصور معايا كون كان مصوب هذاك الملعب ودونور كيصوبوا في مركب محمد خامس صوب ما يكونش اشكال على الاقل كاين ملعب اخر كتلعب به فهمتي ما عمر شي عاد طرق ولا هادشي ولا شكون حاسبوا هاد الناس ولا اللي جا دار شي غلطه زاد اموال ديال الشعب هاني حيد صافي زيد ولا راه داعوا الناس راه داع الشعب راه داع الجمهور في انه يشوف فرجه وانه يشوف الفريق ديالو امام الاعين ديالو في المدينه ديالو حتى الجانب النفسي طبيعي اللعابه كيأثروا انهم مستقر طبيعي اللعابه كيأثر على اللعابه نفسيا كيأثر على اللعابه اللاعب كيولي مأثر نفسيا ما مرتاحش يعني كل المباريات ما يمكنش كاع المباريات ديال البطوله نلعبوا انا على برا ودوي معايا تقول لي خاصك تلعب سميتو تلعب على البطوله وتلعب على الكاس وتلعب العصبه ايوا الفراخي ديال العصبه اللي غادي ندخلوا فيه غندخلوا نمشيو لاكادير ولينا خارجين بجوجنا هذوك جايين عندنا وحنا غادي جايين عندنا متلاقينا معاهم في الطريق لا
لا ما خدامش. نتمنى هذا المشكل يتحل في اقرب وقت. احمد سليماني كيتكلم على الحديث وتصريح المثير للجدل من بعد مباراه الاولمبيك اسفي وفريق الجيش الملكي. احمد سليماني تكلمنا على الموضوع ومع لكن انا كيتكلم على التصريح ديال فلكي ابراهيم الناطق الرسمي للاولمبيك اسفي اللي قلل من الاحترام على النادي القنيطري وقلل حتى من المستوى ديال مهاجم فريق رجاء البيضاوي. تكلمنا على الموضوع وامور كتبقى غير مقبوله، ما يمكنش ان نقللوا من فريق على اخر بخصوص اختيارات ديال المدرب او مكتب مسير. هذا دوينا فيها خصمنا في المساله هذه، ربما الاخ ما سمعناش. نعم راه لا يعقل بانه مسؤول ديال النادي انه يهين فريق اخر، نادي اخر. اللاعب كان عندك ما شديتيش راه مشى لفرقه اخرى، يسر لي الله، راه ماركا ليم، ماركا ضد قنيطره. قلتي انت راكم كنت انا ماركا ليم، ها هو لعب ضد قسم التاد لا ماركا، ثاني ماركا ليم، غتولي انت هو الهداف. هشام راه جاوا الاخطاء التحكيميه شي وارد. واجب الاحترام ديال ديال اكيد الاحترام كيبقى. قنيطره راه عندها تاريخ، الرجاء بلا ما نهضروا، الوداد بلا ما نهضروا، الجيش، مغرب فاسي، النادي القنيطري، النهضه البركانيه، النهضه الصفاتيه، كل الفريق اللي عنده مكانه في البطوله الوطنيه وعنده تاريخ، كان تاريخ كبير. يعني شي حوايج اللي ربما ما خصناش نبقاو نسيئوا لبعضياتنا، ننتقدوا بعضياتنا، واحد النقد بناء، نقد زوين، كنهضروا على بعض الامور كاينه ما كايناش، نقدروا نختلفوا الى ان ماشي لدرجه تصغر مني ولا نصغر منك. انت النادي القنيطري يا صاحبي، النادي كنهضروا على الاهداف، انا الماركيلين وراه هو الهداف اللي خلق الله باقي في هذه الارض السعيده، ما حتى واحد محطم الرقم القياسي ديالو، راه هو ديال قنيطره. واخا ماركي هذا السيد سميتو هذا فلكي، الفلكي، واخا ماركي الفلكي وماركي ميمي ما وصلوش بوسحاب سميتو البوساتي، راه هو الهداف التاريخي ديال البطوله الوطنيه. احترام الانديه واحترام الاشخاص واحترام بعضياتنا واجب علينا مع بعضياتنا، ننتقدوا بعضياتنا بصراحه وسميتو، ولكن في نفس الوقت بدون تجريح ومع الاحترام عادي. توعد فينا ما كامل، ربما داك داك التصريح جا في واحد اللحظه ديال الغضب، ولكن راه التلفازه حبيبي هذا كلشي كيتفضح، كلشي كيشوفوا، كلشي غادي يعيب عليك. ما العلم انا فلكي معروف بالاخلاق ديالو، انا ما عمرني عرفتو، ما عمرني عرفتو، تحيه تقدير واحترام، ولكن كعلى كنهضر انا على السيد سميتو فلكي، كنهضر على فلكي ديال التصريح، فلكي ديال التصريح، التصريح لم يكن في المستوى غير مسؤول ولم تكن مقبول ولم تكن موفق يا اخي يا فلكي، فيجب عليك الاعتذار للنادي القنيطري. نعم هشام رجوي، محمد رجوي، بطوله رجويه ان شاء الله، رجويين حاضرين معنا بشكل كبير رضوان في هذه الحلقه. معنا هشام، الاخطاء التحكيميه شيء وارد، نرى الاخطاء التحكيميه في الدوري الاسباني والانجليزي، والوداد استفادت من التحكيم في المواسم الماضيه ومنحه الحكام ضربات جزاء خارج مربع العمليات، ونتذكر جيدا ما وقع في مباراه وجده التي كانت مجزره في الموسم الماضي. شوف التحكيم دوينا عليه كيف بركه من سميتو، دوينا على المقابله ديال الرجاء الحكم القزاز، يعني كيف يعقل ان ضربه خطا ديال فريق الرجاء هذه راه كاينه في الكوره في العالم كامل، انه ماشي تخصني انا نوقف ونقول لك صوب المير ديالك، صوب البارير ديالك عاد نضرب، انا صوب الحائط عاد نضرب، لا حط صفرتي ليا كوفرا كنحطك اللعبه، القانون هو خصك تحط توقف وتلعب، وقفات لعبات الحكم دار هكا، عطى يعني سميتو بان الهجمه تكمل، كملت الهجمه الرجاء سجلوا، ملي ماركا والرجاء رجعتي لا رجعتي للخطا، ما يمكنش يا صاحبي، لا سمح لي، حتى ما بقاش داكشي ديال وقف وتسنى حقا تدور الكره ولا صافي راه او فرقه. ومن بعد شنو داك الهدف؟ تصور معايا دابا كانت الرجاء لعبه حتى هي على المقدمه ديال الترتيب ومتعادله، وداك البيت هذيك الكره هي اللي غتعطيها داك التقدم ديال داك الهدف، ولا غيعطيها بان تصدر وتحرمها. اقسم بالله ما يعقلوا على الرجاويين، وانا واخا ودادي ولكن كنهضر منطقيا للرجاء للوداد، عندي هنا بحال بحال، غادي نهضر بصراحه انه ضيع فريق كبير، فريق ديال الالقاب، ما ضيعتيش فريق عادي لاعبه في وسط الترتيب، راه الا درتي واحد الخطا كيأثر على النتيجه، ومن بعد ديك النتيجه ملي كتجي الحصيله ديال سميتو كتشوف الفريق المنافس انه فاز، وانت يضيعك حكام كره وكنت كان بامكانك انك تكون فائز، ربما انت غتفوتو او غتعادل معاه في سبور الترتيب، الى انه بحال هاد الاخطاء ما خصهاش تكرر،
ما دوي ولا الرجاء اخطاء تحكيميه يعني كتبقى دائما يعني كتبعد ديك الحلاوه ديال البطوله وديال المتعه في متابعه مباريات البطوله. المباراه الاخيره اللي نتكلموا عليها هو فريق الرجاء البيضاوي اللي حقق فوز مهم 3 ديال الاهداف على شباب قصبه تادله واللي خلاتو انه يقرب بشكل كبير المتصدر الدوري. مازال نهضروا بصراحه مازال الرجاء غادي تمشي احسن من هكا. علاش؟ اول حاجه اللي يلعب الكره بدون عاطفه، نتكلموا بدون العاطفه، بدون عاطفه، انه فريق الرجاء البيضاوي عنده لاعبين رجال في المستوى. علاش؟ لانه بعض الفروق كتلقى ما مخلصينش وكتلقاهم دايرين اضراب وكاين اللي كيهصاكو كيمشي في حالاته وكيتوقف وكتولي بشكل وكتولي كذا، ولكن اللعابه ديال الرجاء رغم ذلك تحية لهم، تحية تقدير على المجهودات اللي كيبذلوها في سبيل النادي. لعابة اللي كاينة مشاكل مادية بالفعل ويتحمل مسؤولية المكتب المسير وعلى رأسهم الرئيس حسبان أنه هذا الشخص. اسمح لي إلا ما كنتيش قاد على الرجاء بعد من الرجاء، إلا كانت الرجاء كبيرة عليك راه كاينين الناس كيتسناو. قلت له لا أنا هذا المنطق ديال الكرة، وكيف عقل من نهار جا بعدا كوميم مع بودريقة ولا سميتو ما كانش هذه المشاكل بهذ الكثرة بهذا الشكل. كانت مشاكل، كانت بعض الخرجات غير محسوبة ديال بودريقة ربما اللي تعلم من 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 بزاف ديال الحوايج. كيبقى غيور على الرجاء ومحب ديال فريق الرجاء، ولكن من بعد المجيء ديال حسبان وهاد المشاكل تستمر، اذا كاينه شي حاجة ماشي هي هذيك. انا كيف ماشي حاجة كاينه حوايج راه عيب عيب وعار عفوا عيب وعار نبقاو نشوفوا فريق ديال الرجاء نبقاو تكلموا لهم على الفلوس. ودابا الا كانت هذه المشاكل كدير هذه النتائج وبغينا هذه المشاكل للمنتخب الوطني ولكاع الفرق باش يحققوا هذه النتائج ولكن خصهم يكون عندهم لعابه رجال بحال ديال الرجاء. الانديه المنافسه ملي كنسمعوا فريق كيبغي يدير ندوه صحفيه للاعبين مرضيين داروا ماشي كيبغيو داروا ما ندوه اللي ما كملاتش غير ناجحه. لا انا كنصح اللعابه ديال الرجاء ما يديروا لا ندوه لا والو. عندهم مدرب يدولهم على الحقوق ديالهم اللي هو ولد البلاد وكيعرف كاع داك الشيء كاع داك الروين كيعرف شنو كيطرا. ولان علاش؟ لانه كاين اللاعب اللي كيجي كيدوي كينوض المكتب المسير او الرئيس كينوض لذاك اللاعب هو الاول كينزل عليه كيولي فهمتي ولا كيولي ضايع في المستقبل ديالو. لا افضل شيء هو انه اللعابه ديال الرجاء يبقاو بعاد على المشاكل. انت كتسالوا الفلوس ايه، ولكن احسن حاجه واللي زعما الصراحه تنحييهم عليها هو انهم كيربحوا وكيزيدوا كيكثروا ديال الفلوس على حسبان غير سير قلب منين تجي للدراري فلوس مرة غيبقاو يربحوا. يعني الصراحه هذه راه رجله انا كنعتبرها اداء ديال رجولي لانه يعني بنادم ديال الميناء رضوان اضافه ثلاثه ديال الرواتب الشهريه. ايوا الله هو قول لي هذا اللاعب منين غيعيش؟ ولاش كتسابق النهار الاول جاي باغي تولي رئيس مثلا؟ ما كنتي عارف راسك ما قادش انك تتوفر سيوله ماديه وما تجيبش مستشارين. اسمح لي انا رئيس الوداد ضده في بزاف ديال الحوايج النصيري، ولكن على الاقل كيعرف اش كيدير، كيعرف منين كيجيب العفريت فلوس، كيعرف منين كيجيب لي سبونسور. مع عمر حط الفريق ديالو لقيتي الوداد عنده مشاكل ماديه نهار سال الجمع العام سال الوداد بفائض ديال 600 مليون وما 700 مليون. والله يخليك اي رئيس بغى يجي لشي نادي ما يجيش باش يغرق النادي على حساب باش يطلع هو، وغادي خصو يجي اصلا كتجي لفريق كبير راه ديجا انت راه جيتي تراسي الرجاء ولا الوداد راه شرف كبير لك انك درتي اسم كتولي اشهر من وزير كيتكلموا عليك كل اسبوع وكل نهار. اما الوزير كيتكلموا عليه في الاخبار ولا على الوقت اللي كيدوز في شي مشروع، ولكن الرجاء كبير على بحال هادشي بان رئيس يجي يبقى يدير بحال لا ما كنعرف. انا صراحه جمعني اللقاء مع حانات الرئيس ديال السابق ديال فريق الرجاء البيضاوي، يعني ما نظنش ان فريق الرجاء مازال يبقى يلقى بحال هاد الناس هادو. عرفتي كيفاش كيدوي على الرجاء وكيفاش القدوم ديال ربما الحوايج اللي القرارات ديالو اللي ما كترضيش لا الجمهور ولا اللاعبين، ولكن راه دوك المنخرطين راه هما اللي جابوا. شوف انا نقول لك واحد القضيه، شي تسيير انفرادي راه ما تينجحش. راه رغم الوداد النتائج ايجابيه والفلوس موجوده، انا راه تنقولها للرئيس ديال الوداد تنقول بان راه خاص تسيير احترافي مع مجموعه كامله ديال تشكيله المكتب ماشي ديال الشخص اللي هو الرئيس. وسي الناصري راه شاف اشنو وقع مع اكرم، راه ولات الامه كلها كتغوت ارحل. حنا ما بغيناش هذا الشيء، ما بقيناش بغينا نرجعوا للمشاكل لا بغض النظر على الرجاء ولا الوداد. اقسم بالله بغينا الرجاء تكون بخير والوداد تكون بخير باش نهار نمشيو نتفرجوا في الديربي نشوفوا الحلاوه ديال الكره ونشوفوا الجمهور يرجع ونبداو نتفرجوا ثاني في الديربيات ديال بصح.
خلينا بارك عندنا مشاكل ولا شي حاجه كيحطموا في الرجاء من التحت ولا لا يمكن ماشي قلت على حسبان يعني راه غير اهله ما يستاهلش الرجاء لا غير جيتي اخويا دير بحسابك انك راجي شاد فرقه كبيره خاصك تقلب على الموارد خاصك تقلب على الفلوس علاش قلت لك الناصري الناصري عرف شنو كاين ودير محزم بالرجال وتنعرف اش تنقول محزم بناس عداه كيبغي الفلوس كيعرف كيفاش يسير اموره فلهذا عنده ناس اللي معاه خص سي حسبان حتى هو يكون معاه لانهم اللي كنشوفهم مخالطين وكلهم 80% ويلاه مع 4 ولا 5 الناس والشيء الاخر كلشي ضد القرارات ديالو اذا المشكل ديال المخاطره ما كتشوفش اذا كان مشكل تسيير بوحدو ولكن الفلوس راه خصهم يكونوا في الكونت ويدوزوا للعابه يتخلصوا باش يبقاو يحققوا في نتائج ايجابيه ولكن حاجه واحده خايف عاد يدوزوا لي فلوس يبقاو يربحوا قلت راه دول الاشكال انا ما كنشوفش انا هاد المشاكل اجي خليت يديو البطوله هذا جمالي كل شيء ما كتشوفش بلي هاد المشاكل اولا كنسمعوا رضوان تحيه للوداد وتحيه للرجاء وجميع الانديه المغربيه وبالتوفيق للجميع واللي كيلعب مزيان كنصفقوا عليه وكنشجعوا عليه وكنقولوا اللي كاين بكل روح رياضيه رضوان ما كتشوفش انا هاد المشاكل ولا الضغط اللي واقع حاليا في المكتب المسير ديال فريق الرجاء هما اللاعبين ما تريناوش اضراب على 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 التدريب الفريق كيحيدوا العين عليهم اخرى فرق اخرى يعني واش ما كتساهمش في التنويم ديال الخصم ما كاين لا تنويم لا والو وفرقه في البطوله ما كترينيش وكتربح كيفاش كتشوف هاد القضيه شكون اللي ما كيترينيش لا ترينوش نهار ولا سميتو راه ماشي اكثر من 3 ديال الحصص ما ترينوش لا واخا ما يترينوش انا كنشوف اللعابه ديال الرجاء انا كنعرفهم واحد بواحد واخا ما يترينش في الشيران راه كيمشيو للغابه وكيترينيو كيمشيو للصال كيترينيو راه الدراري كلهم تقريبا ربع عقلهم وكيعرفوا شنو كيديروا هذه كلها هضره ديال التنويم هذا راه ما كايناش يعني رغم الغياب على الملعب كيمشي كيتريني في بطبيعه الحال لاعب محترف هو هذا ما كنظنش ان الراقي غادي يخلي لونطريما ما تريناش غيمشي ينعس لا راه كيمشي يمشي تريني وكيمشي ونفس الشيء باقي العناصر كلها تريني تخبيا ما كيشوفهم حد ماشي تخبيا كنتريني انا كنتريني لا لونطريما تي تخبيا نتريني عندي مشكل مع النادي ديالي ما كاينش سميتو ولكن صراحه كنتمنى هاد المشاكل تزول لانه هاد المشاكل كضر بزاف بالسمعه ديال الفرق الكبيره بحال الوداد والرجاء والجيش وواحد العدد ديال الانديه راه كتالم ملي كتسمع بان هاد الفريق ما ما ما, ما خداش هاد اللاعب فلوس ولا انه كيولي كيمشي حتى كيدعيك لاكاف او لا فيفا هذا كتولي كتضغط على الجامعه وكيخلصوا انا ما وصلوش لهذا الشيء تنظن ان نتمنى من الله باش هاد المشاكل كلها ما تبقاش ونشوفوا بطوله احترافيه في المستوى نشوفوا لعابه في المستوى لتدعيم المنتخب الوطني ويجب الاعتماد على المدارس هذه دائما اقولها واكررها علاش تضحك قول لي اش ضحكك ديما وداد انا اللي كنشوف التعليق ديال الجماهير كيشوفونا كتكلموا شويه على المنتخب حنا مازال غادي نرجعوا ليه تحليل الشجاع وشكرا رضوان العلالي بكل روح رياضيه ياسين رجاوي رجوله خي رضوان ياسين خير من الرباط هذيك ربما مشاهدينا دائما كنتكلموا انكم تكلموا للمدينه باش نزيدوا العلاقه تكبر ما بيناتنا ومع الجمهور ديالنا اللي كيحضر معنا في الصفحه الرسميه للقناه ونشوفوا حتى هنا المدينه اللي حاضره معنا بشكل كبير في البرنامج اللي متبعين الحلقه التحليليه المباراه رضوان انا كيف شفتي الهدف ديال الكاروشي حتى الطريقه ديال الوقفه وكيفاش قاد الكره بلا رجع وقفه هو كاروشي فريك وغتبان لك ديك الوقفه وهذا حقه ديال لا شوف لعاب ثقه في النفس لعاب ماشي وراه بطبيعه الحال تكون عنده ثقه في النفس لعاب عنده تجربه شحال لعب مع الرجاء شحال لعب في البطولات شحال لعب في المنتخب المحلي شحال لعب في المنتخب الاول يعني ما هذه مساله عاديه ديال الثقه ولا الثقه ضروري خصو تكون عنده ثقه كون ما كانش عنده ثقه ما غيمشيش لديك الكره هو الاول يشدها وضربها وضربها بهذاك الشكل تجيرا لا طريقه رائعه هدف ديالو الهدف ديال الكرو حتى هو هدف زوين صراحه الكاروشي انا كنا ناقشنا واحد النهار هنايا في المنتخب الوطني وقلنا بان لا حمزه منديل لا قدرنا مقارنه هذاك موجود وهذاك باقي كان متوقف كان اصابه ويلا جا كاروشي يلا جاي ملي غيبدا يشد الفورمه ديالو راه غيفرض نفسه عليا انا وعلى غيري ولا بز منه غير حنا ملي كدوي كتكلم ما كتكلمش بالعاطفه كندويو بالمنطق الكاروشي حتى واحد ما ينكر الامكانيات ديالو او يقول غير الكلام اللي كيتشوفه المغرب كامل في المباريات اللي كيأديها كيف كنقولوا ظاهر ايسر من الاظهره القليله الموجوده في المغرب وهو يعني انا كنشجع وكنحيي من هذا المنبر كنحيي المدرب محمد فاخر جا لقاه ما تيلعبش جا وجابو ودرينا به وعاودوا رجعوا لبلاصتو ها هو غادي يتالق يعني مدرب ملي كيامن باللعب
ضروري اللاعب غادي يوصل لانه المدرب هو اللي كيامن به. الا ما امنش بك المدرب ما عمرك توصل. من بعد تسجيل الهدف ديال الكاروشي قصبت حتى حاولت واحد ميم با 4 دقائق 5 دقائق باش ما تقدرش لا ما تقدرش هذاك المد مد الهجومي ديال الرجاء وسط الميدان ديال الرجاء. نكمل السؤال تواجد عناصر كبيره ما يمكنش لهم يرجعوا في اللقاء. وي في الدقيقه 59 حتى المدرب يعني حاول يدخل يعتمد على سمير ايت به في المكان ديال الزميل ديالو سعد الغرباوي، ولكن الحضور في وسط ميدان ديال اللاعبين ما بيدي ما بين الراقي يعني ما خلاش حتى شي فرصه امام القسم التالي. شوف فرقس قلت لك فرقه فريق ديال القسم التالي ماشي شي فريق اللي لعب على البطوله، ولكن حاجه واحده اللي يمكن نقولها على القسم التالي هو ان قصب التادله ديال ديك المره ملي طلعوا راه ماشي ديال دابا، دابا احسن وافضل وبامكانه انه يحافظ على 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 على, على راسو ديما الانديه ديال الصفوه. وهذا قصب التادله هذه السنه هذه قدم مباريات جيده وفي المستوى بامكانه انه يمشي بعيد، الى ان ما نساوش ان راه القوه ديال فريق الرجاء البيضاوي هي اللي خلات العناصر ديال قسم التعادله والدفاع ديال قسم التعادله والحارس انهم ينهاروا. علاش؟ لان الفريق صراحه فريق الرجاء البيضاوي يمر بفتره جيده ولاعبين ديالو اغلب اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي وصلوا من النضج ما يكفي باش يخليهم انهم يكونوا من الفرق المنافسه على اللقب هذه السنه. نعم محمد امور بيلباو ديما رجا، تحيه رجاويه العلالي من تورينو، وسمير من كازا ديما رجا، وتحيه لخويا رضوان لجمال من تورينو ايضا، تحيه لكم من فيلادلفيا من تورينو، تحيه رجاويه العلالي ديما وداد والبطوله وداديه. شكرا لكل الجماهير اللي كيتفاعلوا معنا في الحلقه، فهي البرنامج ما دار الا لكم باش نتبعوا البطوله الوطنيه بشكل كبير بتحليل وبحضور المحلل ديالنا المحلل الرياضي رضوان العلالي. رضوان كانوا بعض الامور اللي غنتكلموا فيها هو في اللحظه الحكم يعني طلب من اللاعبين ديال الرجاء انهم يكملوا الهجمه ديالهم من بعد الاصابه ديال الكاروشي من بعد كيعاود يرجعهم في الشكل ما تماركاش البيت. انا كان غير لاباس قبل ما توصل. هو شكون اللي ما غيماركيش البيت تما ولا يوصل داخل المربع العمليات وجا مع الحارس ما غيماركيش؟ يعني تف من كتخلي لافونتاج عاود كتعاود ترجع في اللقاء يعني كتلقى كاين المدربين اللي مطردين، ولكن ربما البطاقه الصفراء البطاقه الصفراء حين تعطى البطاقه الصفراء للمهاجم اللي دخل بعنف الكاروشي ربما هي اللي عنده الحق في الكزاز في العوده للخطا. اي راه بامكانك تخلي اللعبه ديالك عارف شكون هو ذاك اللي دار الخطا حتى كتخرج الكره وتقف وترجع عنده تعلق ليه. نعم البطوله الوطنيه الجوله 17 جوج ديال المباريات اللي كانوا ما تجراوش اللي كان مباراه المؤجله من بعد المشاركه الجيده والمتميزه للفرق المغربيه لفريق اتحاد طنجه. النادي اللي بغيت نتكلم عليه الاول هو الحضور الكبير ديال المغرب الفاسي، ربما للفريق اللي ما كيسهلش انه يكون في القسم الوطني الثاني من بعد الاداء الرجولي ديالو في الكاس الكونفدراليه امام فريق كراب برازفيل الكونغولي تمكن من تحقيق الفوز بثلاثه ديال الاهداف مقابل هدف واحد. هو شوف الاخ رشيد نتكلم معك انا يعني بشكل يعني بشكل عام نتكلموا على المغرب الفاسي يعني كفريق اللي في القسم الوطني الثاني ورغم ذلك حقق واحد المستوى رائع في المنافسه ديال كاس الاتحاد الافريقي. نباتوا هنا يا رشيد المغرب الفاسي بطبيعه الحال دار واحد الاداء اللي هو من بعد الفوز ديالو في الكاس المغرب الفاسي افريقيا اللي في كاس العرش امام اولمبيك اسفي الحضور ديالو في الدور التمهيدي يعني واش كتشوفوا انه كيستحق يبقى في القسم الوطني الثاني؟ راح شي جوج اسئله دابا عاد قول لي شي سؤال بغيتيني نجاوب نزيدك الثالث الا بغيتي حتى هو. شوف بالنسبه للمباراه ديال المغرب الفاسي مع كارا برازافيل الكونغولي انتهت ب3-1 نتيجه منطقيه ما فيها حتى شي حاجه جديده. الا كان فريق في القسم الثاني ولكن حنا كنعرفوا شكون هو المغرب الفاسي، هذا اللي يمكن لي نقول. وما ننساش واحد القضيه هو ان دائما الادوار التمهيديه تيكون هناك فرق ضعيفه وفرق متواضعه، فهمتيني؟ يمكن الامور هذه تبدا تصعب الامور ملي بداوا يدخلوا في المباريات الصعيبه ديال الفرق ديال شمال افريقيا.
نعم يعني مازال الدور التمهيدي ما كيبينش المستوى ديال الانديه، مازال المباريات سهله. المغرب فاسيل ما نقدروش نحكموا عليه دابا على حسب ما كتشوف حتى المباريات المواليه. الفتح الرباطي ايضا عاد بتعادل اللي كيبقى ضروري ايجابي امام اف سي جوهانسون. اتحاد طنجة حقق فوز مهم هدفين مقابل واحد، تلقى الهدف الأول ولكن قدر أنه يرجع في اللقاء ويحقق الفوز أمام نادي الجمارك في النيجر. اتحاد طنجة عاد بفوز من النيجر على الجمارك النيجيري بجوج لواحد، هذه نتيجة إيجابية. وكذلك الفتح الرباطي عاد بتعادل إيجابي من مع فريق اف سي جوهانسون بواحد لواحد، وهذه نتيجة جيدة بالنسبة لفريق الفتح الرباطي. كيف ما قلت لك أنه هذه المباريات التمهيدية والمباريات ديال هذه المباريات الأولى كتكون دائما مباريات غالبا ما كطيح مع فرق سهلين، ولكن المقابلات هما اللي كيكونوا من بعد كيبداو كيبقى في الاخر كيبقاو يتصفوا الا الفروق القويه، وكيبداو يظهروا فروق ديال 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 جنوب افريقيا وديال الجزائر وديال مصر وديال تونس وديال فهمتي وديال المغرب، هنا فين كتبان لك التشويق. اما حاليا انا كي قلت لك بصفه عامه الانديه المغربيه حققت الاهم في هاد كي بالك واحد التفاؤل حتى في الاداء. ما يمكنش نحكموا 100%، لا هذه مسألة عادية أنه أول مباراة بالنسبة للجمارك النيجيري واتحاد طنجة، اتحاد طنجة كيفوز خارج الأرض ديالو بجوج لواحد، المغرب الفاسي داخل الميدان ديالو كيفوز على فريق كارو برازافيل حتى الأهداف وطريقة الأهداف اف سي جوهانسون واحد لواحد مع الفتح الرباطي، كل النتائج تصب مصلحة الفرق الوطنية مع واحد الارتياح كبير ديال اتحاد طنجة اللي فاز بهدفين لهدف خارج الديار. فكنظن ان على العموم الانديه المغربيه اظهرت على انها في المستوى وبامكانها تمشي ابعد ان شاء الله من هذا الشيء، ويمكننا تحقق نتائج ايجابيه. نعم رضوان كنشكرك كثير على الحضور ديالك معنا. اخر نقطه ومرحله اللي نتكلموا فيها هو المستجدات الاخيره للناخب الوطني هيرفي رونار، يعني الصحف الفرنسيه كشفت على السبب التشبه ديالو بالمنتخب المغربي من بعد توصل مؤخرا بالعرض رسمي من طرف الاتحاد الكوت ديفوار اللي بغاو انه يعاود يرجعوه باش يشد لهم المنتخب ديالهم من بعد، وكان سبب في الاقصاء ديالهم في دور المجموعات. التشبث ديال هيرفي رونار بالمنتخب بالفوز ديالو وكيتمنى انه الفوز باللقب الثالث واللي غادي يكون مع منتخب ثالث، وكيشوف المغرب مؤهل لهذا الانجاز هذا. هذه مسألة عادية ومسألة صحية أنه أي مدرب كيحقق نتائج إيجابية أو الفريق اللي كيدربه أنه كيلعب بواحد المستوى جيد، يعني الكل تكلم على المستوى اللي داروا به العناصر الوطنية أنهم فرحوا المغاربة وطمأنوا المغاربة على أن الكرة المغربية بخير ومازال إن شاء الله لقدام. كنتمناو أن في المستقبل القريب أو في المنافسات اللي جاية ما نبقاوش نمشيو نشاركوا باش ندوزوا الدور الأول أو الدور الثاني، نمشيو يكون بين نصب أعيننا الفوز بالكأس، لأن هذا الشيء اللي كيتمناو المغاربة. وتنظن أن المدرب بما أنه اتخذ القرار البقاء مع المنتخب المغربي إلا حط بين عينيه أنه خصو يفوز مع المنتخب الوطني المغربي، بالتالي الكأس يتمناها هو وتكون مع المنتخب المغربي، لأن المغاربة كيف كنقولوا تهلاو فيه، لقى الأجواء كلها مزيانة، لقى لعابة في المستوى، لقى فريق ربما أنه عجبوه اللعابة في الأداء ديالهم، وشاف أنه ربما كاين لعابة أخرين غيطعم بهم الفريق. حتى الخروج الإعلامي كيرجع الثقة في اللاعبين رضوان. كيزرع الثقه، الا كانت شي منافسه دابا ما كاين والو، اش من ثقه غيزرع؟ انما هو مازال كتصفيات كاس العالم، لا كيزيد ياكد على ان الاتفاق ديالو ما بينه وبين المكتب المسير المكتب الجامعي انه راه باقي معاهم في نفس الكلام، وانه لا مفر من تحقيق واحد او تحقيق انجاز لكرة القدم المغربية، والثالث بالنسبة لي هو ولكن يكون مع منتخب الوطني المغربي، وهذا شيء جميل كنشوفه، هذا تفاؤل. وحنايا صراحة حنا المدرب كنتمناو ليه كل التوفيق مع العناصر الوطنية، ونتمناو ليه انه يمشيو بعيد في التصفيات او الاقصائيات ديال كأس العالم باش يمكن لنا ان شاء الله الامور تدخل ثقة اكثر، ويبدا المنتخب الوطني يعني يبين على المؤهلات ديال اللاعبين ديالو. وكنتمنى كذلك
من اللاعبين ديال البطوله الوطنيه باش يحاولوا يجتهدوا الوصول للمنتخب الوطني. لا ماشي غير انه مثلا يبين المدرب ديالو ديال الفريق ديالو فقط، لا خصو خص اللعابه يبداو يعطيو، لانه الكل كيتسائل علاش واش البطوله المغربيه فاش لعابه، هذا مسؤوليه كتبقى على العاتق ديالهم لانهم اللي كيفرطوا في هذه المساله وهما اللي خصهم يعطيو كل ما لديهم من اجل الحصول على مكانه داخل النخبه الوطنيه. نعم شكرا لك رضوان عزيز القديم، عليكم ان تتكلموا على المدن المهمشه وبالاخص مدينه صفرو في خاص في المجال الكروي لكرة القدم. عزيز هذاك وعد من القناه شوف تي في، غنخصوا حلقه خاصه للمدن اللي كتشوفوهم يعني كينقصوهم الكثير من التجهيزات من اجل القيام بالانشطه ديالهم الرياضيه. مصطفى بارودي تحيه رجاويه الاخ العلالي والطاقم شوف تي في. انا بغي نقول الحكام يفيقوا شويه وديما رجاء، هذه رساله من عبد الحق الادريني. مشاهدينا كنشكركم على التفاعل ديالكم معنا وحضور ديالكم الدائم في هذه الحلقه الاولى البلاطو التحليلي للبطوله برو، وكنضربوا لكم موعد ان شاء الله الاسبوع المقبل يوم الاثنين في الساعه الرابعه معصرا لتحليل الجوله 18 للبطوله الاحترافيه بحضور دائما